عادل الشجاع عميد شرطة إقليمي، رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو. كما لاحظتم تحتفل المنطقة الإقليمية للأمن بصفرو على غرار باقي القيادات الأمنية بمختلف ربوع المملكة بالذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة يتم استحضار من خلالها أهم المنجزات التي تم تحقيقها خلال هذه السنة، كما تعتبر محطة يتم إعطاء لمحة على المشاريع أو الأوراش البنيوية الكبرى التي تنخرط فيها المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تطمح من خلالها إلى تجويد الخدمات المقدمة إلى عموم المواطنين. وشكرا.